أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج. Kami dari penyedia pembebasan lahan masjid perluasan atas izin Allah Subhanahu wa taala, yang kurang tinggal sekitar 5 hari lagi, kita masih kurang 119 juta lagi. Semoga Allah mudahkan 5 hari, semoga pertolongan Allah Allah datangkan. Mohon doa dan dukungannya pada sahabat semuanya. Mari kita amal untuk beramal jariah untuk bekal kita di akhirat, untuk pembebasan perluasan Masjid Al-Fat, ya. Insyaallah Masjid Al-Fat yang sudah berdiri sudah menjadi amal jariah kita semuanya, kita luaskan karena masih kurang keterbatasan tempat di kami, terutama untuk jemaah akhwat, untuk parkir dan beberapa kantor untuk divisi-divisi dakwah Masjid Al-Fat. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah mudahkan untuk menyelesaikan dalam 5 hari ke depan. Kita masih kurang 119 juta rupiah. Sahabat yang ingin berpartisipasi untuk berdonasi untuk wakaf bisa langsung datang ke Masjid Al-Fat. Silakan. Di pondok juga boleh, di pondok kita yang warna hijau, atau bisa transfer ke rekening kami di rekening wakaf. Insyaallah semoga mudahkan. Syukran jazakallahu khairan katsira. Semoga menjadi amal jariah kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا
تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي
إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق Kita agendakan hari Sabtu. Kalau ada jadwal, kalau tidak ada jadwal minggu depan, kita akan melakukan pengecoran untuk dapur umum Masjid Al-Ahwat. Semoga Allah mudahkan kebutuhan dana untuk pengecoran dapur umum Masjid Al-Ahwat ini sekitar 31 juta rupiah bagi sahabat semua yang ingin menitipkan sebagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk pembangunan dapur umum ini bisa ditransfer ke rekening kami atau ini juga bisa dana-dana subhat atau bunga bank ya, karena ini sifatnya umum ya, tidak hanya melayani untuk jamaah Masjid Al-Fat tapi juga masyarakat di sekitar Masjid Al-Fat yang memang membutuhkan atau kesulitan dalam makan insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا